كنت لي انت شو عم تساوي؟ ابدا، شو بدي ساوي؟ مروان مروان، ممكن تقول لي انت ليش عم تقيس خصري بالميزوره؟ لا يا روحي، شو هالحكي؟ مروان صدقني بخنقت بهالميزوره. لا لا، كم سنتي طلع زايد وزني؟ انا زايد وزني، زايد كثير. لا لا حبيبتي، شو هالحكي هاد؟ لا مو هيك القصه، ما في هيك شيء. مشان كثير انا ما هيك، مشان ولا هيك كنت عم تقيس خصري؟ مشان تعرف قديش انا سمنانه. لا يا حبيبتي، انت اجمل مره بالعالم، شو هالحكي هاد؟ لا معقول. مروان انت بتحبني مو هيك؟ بحبك كثير. قديش بتحبني؟ بحبك كثير يا روح. وبس انصح رح تحبني اكيد. بدي احبك ولو كنت ناصحه. تمام، ولو رح ضل حبك حبيبتي. انا نعسانه كثير، طول اليوم كنت حابه نام. طبيعي كثير، طبيعي كثير، انت حامل لهيك عادي. يلا اذا نعسانه نامي وخفي. بدي نام انا. نامي بس اصحى كتقيس خصري. طيب مره ثانيه. طيب. يلا نام جنبي. طيب جاي، انت نامي 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 نامي. يلا حبيبتي نامي حبيبتي. زينو، المقاسات تمام، هلا رح ابعث لك رساله بالمقاسات. فينا نبدا بالتحضيرات. يلا. أوه، تمام. مروان صباح. صباح الخير. أطلس معي، في حدا ناطرك تحت. صباح الخير. صباح الخير إسراء خانم، نحن كنا ناطرينك. الفطور جاهز وبعدين فينا نبدأ بالتحضيرات فورا، شو رأيك إسراء خانم؟ تحضيرات شو؟ بصراحة أنا ما فهمت عليكم أبدا. ها، وفستان عرسك وصل، وبعدها دغري رح ننتقل عبروفة الشعر والمكياج. ما بظن أنه رح يكون في أي مشكلة بما أنه منعرف المقاسات. بتمنى أكون جبت لك فستان عرس مثل يلي بأحلامك. ناطرك. بيك قلنا انك حساسة، تفضلي. وطبعاً بعد ما نخلص التحضيرات السيارة ناطرتك لحتى تاخدك على موقع العرس. أنا صاير عم أتأثر كتير، كل شي مبين حلو عن جد، وخلونا نفطر مع بعض، شو رأيكم؟ شكراً إليك. ماشي، صحة وهنا. لهلا ما أجوا هدول، رح نتأخر.
يا من انت شو عم تعمل؟ خلينا نطلع لفوق فرن بدنا نجهز حالنا. اخ يا روحي انت، اكتشافي الجديد امبارح على الوطن والشعب يا محاسن. وشو هو؟ عم بعمله كرمال حفيدنا. اطلعي لما ما بينام بتضغطي هون بتطلعي صوت مكنسة الكهرباء وبينام فورا. يا الله ما بتخطر ببال الشيطان. بلشوا شو هالاختراعات يا روحي، هيك بيكون الشخص الداهية لك يا من حبيبي. من زمان سبقوك عليها، على التليفون فيك تحط الصوت اللي بدك يا. هتقولي هيك؟ لا انا عم بعمل شيء احسن من هدنك. شوفي لما بتقارني بين كل الاطفال وطريقة نومهم رح يجي عليهم طلبات كتيرة صدقيني. ايه يا من ايه، عم قلك رح نتأخر. يلا هلا بيجوا، قوم قوم بدنا نطلع نجهز حالنا. عم بتخليني اشتغل لحالي وانت قاعد؟ قوم ضب الدكان. يلا قاعد عم تلعب بالمفك والبنسة. يلا يا من احسن اكبر لك هالاختراع كله. شو بابا؟ قلت بابا مو هيك؟ قلت بابا ما مبلا قلت بابا ما هيك؟ سمعتك قلت بابا صح؟ لا بقى ايكو. لا بس نحن اتفقنا على هيك مو هيك ابني؟ اول شي بدك تقول بابا مو هيك حبيبي؟ بابا بابا. يا سلام. على شو يا سلام؟ كيف يعني يا سلام؟ اه يعني بمعنى حلال علي ولا تفو؟ ما فهمت، فهميني شو قصدك. يعني بمعنى ايجابي يا سلام. اه سمعت لأمه؟ ايه روحي زوجي. عشنا مع بعض شغلات كتيرة، طلع صرنا عائلة حلوة كتير. صرنا ما هي؟ صرنا. دخيله ابني الحلو انا، يسلم لي ما احلى. يعني فيني ضل قاعدة هون هيك للأبد؟ ايه بس في عرس ما لازم نتأخر. ايه صح. يلا. يلا يلا على العرس، بدنا نروح على العرس. لك دخيل ببيونة ما احلاها، دخيله اللي حطت ببيونة ما احلاها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.